اليوم راني فرحان بمشاركه ابناء الحي، حي الامير عبد القادر او بالاحرى حي الفبرمي. ان شاء الله هذا اللقب ما يكونش نهايه، يكون الا بدايه، وان شاء الله هذه الافراح تدوم في كل قسنطينه. ونشكر كل من نظم هذه المبادره. اليوم رانا ضياف في حي الفبور الشعبي عريق اللي معروف بالانصار تاعو ونصروا شباب قسنطينه، وراهم فرحانين مع الفريق تاعنا، وان شاء الله تدوم الافراح في هذه المدينه وتدوم المحبه والاخوه. شباب قسنطينه راهو كبير، وراهو مازال نحقوا تسويجات افريقيه وعربيه ان شاء الله. ورانا منه وهك وغير تسويجات. مبروك على شباب قسنطينه البطوله اللي مستحقه، ونهدوها لكل جمهور شباب قسنطينه.